انفلتت الأمور وساد الجوع والفقر والظلم وانكسر حاجز الخوف عند المواطن المغربي، وما كان متسترا عليه بالأمس بات اليوم على المكشوف. أقل ما يقال عن الوضع المغربي بائس إلى حد كبير، فما يجري هو مواجهة حقيقية بين المواطنين التواقين للفرار والانعتاق من جحيم العيش وبين المخزنية الذين يسعون لمنعهم. فهناك شرخ كبير بين ما يريده الشعب وما تريده السلطة. يوما بعد آخر تتدهور أحوال النظام المخزني، وتتدهور معه أحوال الشعب المغربي المغلوب على أمره، والذي لم يجد سوى الشارع لرفع صوته وتقديم مطالبه التي لم تجد آذانا صاغية. فالاحتجاجات الشعبية في المغرب تتنامى تنديدا بالفساد ورفضا لجميع الاتفاقيات التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني والمطالبة بتوفير أبسط حقوقه، على غرار احتجاجات المتقاعدين طالبين بتحسين أوضاعهم. كنعرفوا أن المتقاعد تعيش واحد الوضع كارثي، نجد الزيادات المتوالية الأسعار اللي تجاوزت 400% فيما بقيت المعاشات متجمدة، هذا دون الحديث عن المعاشات اللي هي تقل عن 1000 درهم. خرجنا دابا 14 عام هذه ما عمرهم زادوا لنا شي ريال، ما عمرهم فكروا فينا، ما عمرهم قالوا لنا عندنا صرا تاكلوا ولا تتسوقوا ولا ما تتسوقوا. هكذا هو النظام المخزني، نخر الفساد مؤسساته وهيئاته الحكومية، فظاهره وباطنه غارق في مستنقع النهب والظلم وكل ما هو غير قانوني. نظام فاشل يجلس على فوهة بركان وشيك الانفجار وقوده الشعب.